صدق مساعد من الهمومي اللي مني عضو مجلس الوطني المستقل لشباب الثورة في محافظة مأرب. حاليا في ضمن المجموعة من اليمنيين في أوروبا في سبب تأسيس جمعية لأبناء الجالية اليمنية وشباب الثورة التغيير في اليمن. اليوم سعدت كثيرا بحضور هذا المهرجان الكرنفالي والاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وشاركنا أخواننا في الصحراء هذه الفرحة، واستمعنا الكثير من المواضيع المهمة التي تخص الصحراء وتاريخ النضال والكفاح المستمر لأبناء الصحراء. ومن هذا المنطلق ندعو الصحراء ونوجه رسالة، أولا أن لحمة الصف توحيد الكلمة ورص الصفوف إتمام إن شاء الله بإذن الله عملية بناء الدولة ديمقراطية حرة مستقلة، دولة مواطنة متساوية، دولة حقوق وحريات لأبناء الصحراء الغربية. ولاحظنا من الأخوان يعني شو نديهم الأفكار ونديهم الإصرار الذي يمثله أنه إصرار يعني صعود قمم الجبال. رأيناها في شباب أبناء الصحراء، رأيناها في الوجيه الكبار، رأيناها في المرأة الصحراوية أيضا، إصرار كبير جدا على تحقيق مطالبهم وأهدافهم. ونحن في شباب الثورة في اليمن ندعم ونؤيد جهود إخواننا الصحراويين ونوقف إلى جانبهم صفا واحدا في ظل استمرار القمع والرصاصات والقتل من حكومة المغرب أو النظام سميته النظام الفردي الذي أقصى الأخوان في الصحراء الغربية أقصاهم أقصاء تام، يعني ثروات أبناء المغرب أبناء الصحراء، التعليم استوردوا يعني بدل ما يعمروا الأرض عمروا الجهل في الأرض. فأبناء الصحراء مغاضون إن شاء الله، ولكن نحن نطلب منهم المزيد من اللحمة والتكاتف ورص الصفوف، وإن شاء الله بإذن الله أن تحقق مطالبهم وتترسخ قواعد الدولة المنشودة لأبناء الصحراء. ونحن في اليمن تربطنا عادات وتربطنا روابط ودم وثيق مع أبناء الصحراء. وفي نفس الوقت الثورات التي قامت في دول الربيع العربي كانت الرسالة الأولى التي أرسلت إلى العالم العربي وإلى الشباب. الثورات في العالم العربي كانت مدينة العيون، العاصمة إن شاء الله العاصمة المستقبلية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نحن سعيدين وفخورين بهذا الاحتفال والتجمع ولكننا اسمح لي أخي الكريم لا أخذ علم الصحراء لأنها عزيز على قلوبنا وأبناء الصحراء عزيزين على قلوبنا. هذا العلم يتصدر بدماء الشهداء الذكية والدماء الأحرار الذين صنعوا وإن شاء الله يصنعوا ميت دولة حضارية، دولة منارة إن شاء الله في المغرب العربي. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم إن شاء الله، ونحن إلى جانبكم بإذن الله صفا واحدا ندعمكم تغيير العاصمة التغيير إن شاء الله في العالم العربي. سنسميها عاصمة التغيير، عاصمة الثورات، العاصمة العيون أو نسميها نون العيون كما يقول في المثل العربي. شكركم جزيلا على حسن الاستقبال والضيافة، وربنا يوفقكم إن شاء الله، والمعذرة منكم إذا كنا قصرنا أو كنا قد أخفقنا في بعض الكلمات أو لم نعبر سان الحال في هذا الظرف، يعني يعجز عن التعبير في هذا الموقف. ولكن أتمنى لكم التوفيق والاستمرارية إن شاء الله،
نحن على يقين على يقين بتحقيق مطالبكم واهدافكم في ظل وجود العزيمه والاراده القويه لهذا الشعب العظيم. نحن ان شاء الله ننتظر باذن الله اعلان الدوله الصحراويه التي تحتضن كل ابناء الصحراء, كل ابناء ابناء الشعب الصحراوي في كل بلدان العالم. وباذن الله ان النصر قريب باذن الله. وكما استحضر للشاعر التونسي الكبير الذي قال: اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. فمن هنا ان شاء الله القدر سيستجيب لابناء الصحراء, وندعمهم وندعي لهم ان شاء الله بالتوفيق وبالاستمرارية في اهدافهم ولما يصبوا اليه من تطلع لبناء دوله حديثه في المغرب العربي. شكرا جزيلا ايضا على هذه